أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فنحن مع بداية سورة الطور، وقد مر بنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أشياء ترمز إلى مظاهر، إما إلى أماكن كان فيها تنزل الوحي، وذلك هو الطور، وما نتج عن ذلك الوحي إلى موسى، وهو الكتاب المسطور الذي يوضع ويجمع في رق منشور. ثم تحدث الله تعالى عن البيت المعمور الذي يشير إلى الوحي الأخير، الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والسقف المرفوع الذي هو السماء بما لها من بناء محكم. وتحدث كتاب الله سبحانه وتعالى عن ذلك كمظهر من مظاهر عظمته، وتحدث عن البحر المسجور، وقد سبق الحديث عن هذه الأشياء كلها، وهي كما قلت لقطات تشير إما إلى أماكن الوحي وإما إلى مظاهر من عظمة الله وقدرته، مما لا يمكن للإنسان أن ينكره، لا يمكن للإنسان أن ينكر هذه المظاهر، لأنها مرئية والإنسان يتابعها ويراها مسلم مؤمنا كان أو كافرا. الآن ما هو المعنى الذي وقع عليه التنبيه، والذي قد تمهيد له بكل تلك الكلمات وبتلك الإشارات السابقة؟ هو شيء هام وشيء مفيد، وهو قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع. فهذه الحصيلة، وهذا هو هذه الغاية والمعنى الذي يجب أن يصل إليه الإنسان. إن الله تعالى بعد كل ما سبق يؤكد بأن عذاب الله واقع. ليس المقصود فقط هو إشارة إلى أن هذا العذاب واقع، إن العذاب من الله تعالى في الدنيا لمن يشاء، وفي الآخرة أمر معروف، ولكن العذاب الذي يتحدث عنه القرآن الكريم هو عذاب آخر، وهذا العذاب الذي يصاحب بعثة الناس ونشورهم وإخراجهم ليحاسبوا. وحينما يحاسبون سيكونون فريقين، سيكون منهم فريق في الجنة وفريق آخر في السعير. فما الفائدة من كل هذا؟ الفائدة من كل هذا أن هذا هو صلب الدين، كل الديانات إنما جاءت بهذا المعنى أساسا، أي بعد توحيد الله تعالى وضرورة التزام شريعته هناك نهاية، وهي عقوبة للآثمين وجزاء حسن للمطيعين. فمن تصور أن بإمكانه أن يتدين بصرف النظر عن هذا الأمر لم يكن له أن يكون على دين صحيح، أي لا بد أن يكون من مشمول الدين ومن مضمونه ومن مؤكداته اعتقاد أن لله يوما للجزاء يوما للحساب، وأن عذاب الله هو عذاب واقع. لاحظوا، بقدر ما يؤمن الإنسان بالله عز وجل ويستحضر عظمته ويكون له مشاهدة لفعل الله تعالى في الكون، بقدر ما يطمئن بقدر ما يخاف. ولذلك شأن الإنسان المؤمن الخوف، الخوف من الله. الإنسان المؤمن لا يجازف، دائما قضية الخوف من الله عنده حاضرة. أقل نذارة، أقل نص يشير إلى ذلك تجده مرتعبا، تجده خائفا. لذلك كنت تجد الصحابة يبكون، وسبق الحديث عن هذا، كنت تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يذرف الدمع حينما يسمع القرآن. لماذا يكون منه هذه الخشية؟ لأنه يعرف الله تعالى ويعرف أن هذا الجزاء جزاء حق، وبالتالي فالخوف دائما حاضر لديه. حينما يجهل الإنسان قدرة الله وقدرته على العباد يستهين بالأمر، وبالتالي فهو لا يولي هذا الأمر أي عناية، هو دائما إما أنه لا مبالي، وإما أنه يقول بأنه يتكئ على رحمة الله.
إن الله له رحمة ولكن له العقوبة كذلك، ويحذركم الله نفسه. لكن حينما لا يريد الإنسان أن يقرأ ويحذركم الله نفسه، فإما أن يقول كما يقول بعض العاطلين ذهنيا بأن رحمة الله واسعة وينتهي الأمر، إن رحمة الله واسعة في مقابل شيء آخر، وهو أن عذابه أليم شديد وبالتالي تستقيم حياته. ولكن حينما يكون الإنسان لا غير مبال بهذا الأمر مطلقا، أي لو أخذت أحد الغافلين، لا أقول الذين لا يؤمنون بالآخرة، رجل عادي غافل جلاس المقاهي تسأله أو تتابعه في أحاديثه، لا يمكن أن يرد على لسانه في مرة ما أن هناك عذاب الآخرة، لا يذكره تماما، يتحدث يمينا وشمالا وفي في في فيما فوق الأرض وما تحت الأرض وما في السماء، يثير كل الموضوعات، ولكنك لا يمكنك أن تسمعه يتحدث عن شيء فيه معنى أنه يخاف الله أبدا، أو يتحدث عن النار، بل هؤلاء لا يريدون أن يسمعوا حتى من العلماء ومن الفقهاء حديثا عن النار، كأن العلماء هم الذين اخترعوا حديث النار وأنها ليست مما جاء به الوحي، فهم دائما منزعجون من هذا، ويقولون بالمسلمين أن العلماء الذين يتحدثون عنها دائما يخوفوننا وكذا 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 وكذا، وهذا حديث الآن أصبح معروفا، وبعض رجال التربية أصبحوا دائما يقولون في جلسة من الجلسات، سمعت امرأة تتحدث تقول بأن أحد أشخاص من قرأت وجدنا بعض الكتب الدينية فيها النار وفيها وفيها وفيها، هذا إرعاب وهذا تخويف وهذا عنف وكذا وكذا شيء، يعني ها كيف تقول له واحد اخر؟ نعم صحيح، انا جاءتني بنتي قالت لي يا امي هل سيعذبنا الله، فاستفضعت هذا الامر، اي مجرد ان يشير الكتاب الى ان هنالك عذابا هو عذاب الله، هذا شيء كبير، كان الدنيا حينما نريد ان نزيل منها العذاب يزول العذاب، الله له عذاب اخر، اذا لم تؤمن بهذا فان لله عذابا اخر، الا تقول لابنك يجب ان تحذر من الطاقه الكهربائيه ان تصيبك؟ ألا تخوفه حينما تصور له بأن من صعد على هذه اللوح أو بأنه سيموت تصور له عظاما؟ نحن نفعل ذلك. ألا تكتب ورقة، تكتب مثلا تنتج دواء وتكتب فيه شيئا وتقول خطير أو خطر وتضعه بالأحمر؟ ما معنى ذلك؟ ألا تخوفه؟ ألا تخوف الناس إذا ذهبوا إلى البحر تقول لهم إياكم من البحر، الآن لا يمكن السباحة فيه لنا، ويمكن أن دائما نخوف الناس، لأن الخوف جزء مما هو موجود في 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 الدنيا. حينما تخوف الناس من العقارب، من الحيوانات الكاسرة، من الأشياء، تخوفهم من الميكروبات، أنت تخوفهم الآن حتى من الأكل، حينما تقدم لهم الأكل إن هذا الأكل يمكن أن يكون في هذا، ويمكن أن يكون في هذا، يمكن فيه كوليسترول، فيه كذا، وأنت يومين ما لا نفعل إلا ذلك، نخوف الناس من الأطعمة التي فيها دهون، ونخوفهم من السكر الزائد، ونخوف ما يفعل الأطباء إلا ذلك، لا ذلك لا بأس به، لكن إذا قلنا للناس إن لله عذابا فهذا شيء لا يطاق، هذا خطأ في التصور، وهو فرض نفس الإنسان، يفرض نفسه على القرآن، وهذا ليس الإنسان أن يفرض نفسه، هذا كلام الله، الله تعالى حينما يحدث عباده أعلم بما يصلح عباده. إذن فلذلك البؤرة، أي هذا الخطاب كله الآن في هذا الجزء يركز على هذا، إن عذاب ربك لواقع، إن معنى أن عذاب ربك لواقع، أي إن هنالك يوما للمحاسبة، أي إن يوم القيامة حق، وهو واحد من أركان الإيمان، حينما نؤمن بيوم القيامة، ألا تؤمن بيوم القيامة؟ أم تريد أن تجزئ يوم القيامة؟ هل سيستيقظ الناس فقط؟ يقوم الناس لرب العالمين لأجل أن يتفسحوا أو فقط لأن يحيوا حياة أخرى؟ كل ما ذكر في القرآن مما هو من قبيل الحديث عن يوم الآخر فيه حديث عن الجنة وعن النار، لو أردت أن تسقط من ذلك لأسقطت جزءا كبيرا من آيات القرآن الكريم. إذن فالقرآن يقول لك إن هذا الأمر يجب أن تكون على بينة وبصيرة. لماذا؟ ليس لأنك ستحفظه أو تماري به الناس أو توجد، لا، لأنك ستقيم عليه حياتك. إذن فإذا عرفت بأن هنالك عذابا وأن هنالك جنة، سؤال المنهجي والواضح، ما الذي يؤدي إلى الجنة وما الذي يقصي منها؟
ما الذي يدني من النار وما الذي ينجي منها؟ هذا سؤال. أنت عرفت النار وآمنت بها جزء من عقيدتك، ولكن السؤال ما الذي يدفعك به؟ ها؟ فدائما ألا أدلكم على شيء يقربكم من الجنة؟ دائما يبقى الإنسان في هذا الشغف إلى الجنة، وبالتالي يستزيد من عبادته، ويعرف الإنسان أن هذا يبعد الإنسان من رحمة الله، وأن هذا يدخله النار. ولذلك أنتم لا تجدون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الخطاب. ما الذي يدني من الجنة؟ ما الذي يبعد من الجنة؟ ما الذي يؤدي بالإنسان إلى النار؟ هذا سؤال هو ما يسأل عنه الإنسان الذي له اهتمام بالآخرة واهتمام بدينه. إذن فالحديث عن الدين ليس فقط من أجل تخويفك كما يتصور البعض، وإنما من أجل حسبان النهاية. لأن هذا مثال ذكرته لكم ربما أكثر من مرة ولكن أعيده. حينما تحدث أحد العلماء عن قضايا الآخرة، قضايا التي نؤمن بها جميعا، أراد أن يبين أنها أمور وجيهة وطبيعية، فقال: لو أن طفلا صغيرا كان جالسا لم يحرك ساكنا فصفعه شخص من ورائه، صفعه أو صقعه، الصفع يكون على الوجه، صفعه أو صقعه، فالطفل لا بد أن يطرح السؤال، يلتفت وراءه ويقول: من ضربني؟ من ضربني؟ اسأل. طبعا لأنه يعتقد بأن الضرب لا يمكن أن يكون بغير ضارب. إذن هي قاعدة في التوحيد، لا كل فعل لا بد له من فاعل. فلا يكاد يطمئن، لن يطمئن إلا إذا أجيب. لو قال له الناس اسكت ليس عليك كذا، لظل مع ذلك هو ملحا ويظل يسأل كيف أنه ضرب، ها، ووقع الضرب، لابد أن يكون هناك ذلك. فإذا قيل فلان صفعك، فلان، لابد أن يطرح سؤال آخر، يقول: لما صفعتني؟ لما صفعتني؟ أي يريد أن يعرف تنزيل هذا الحكم، هذا الصفع، هل هو مستوجب؟ لو قلت له، لو قال له القائل: أنت صفعت فلان أمس، لكان في ذلك شيء من الدفاع عن هذا الصفع، بأنه من باب رد الفعل، أي صفعت فصفعت. ولو قال له أحدهم: إنما صفعتك فقط، لقال: إن هذا الصفع ليس مستحقا ولا يجوز. إذن فإنه يسأل عن الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز. فإذا قيل له: إن فلان صفعك ظلما، فإنه لا بد أن يبحث عن من ينتصر له، لا بد أن يذهب إلى أبيه أو إلى شخص أو إلى حاكم ليقول له: اقتص لي منه، فإن فلان ضربني، ومن غير أن أفعل أي شيء. إذن معنى الجزاء، أي إن الدنيا لا تستقيم إلا بالمجازات، مجازات للمصلحين صالحين وكذلك المسيئين بما عملوا، هذا هو الأصل. فما معنى أن تعيش الناس كلهم هذه الحياة التي الآن تعد بسنوات، بآلاف السنوات، وتأتي ملايين البشر ويذهبون وليس لهم إلا أن يأتوا ويموتوا ثم يكونوا أي شيء؟ فلابد من يوم للقصاص. هذا اليوم لا تتسع له الدنيا، لا تتسع له الدنيا، الدنيا أضيق من أن تتسع لمعاقبة الظالمين أو لمجازات المحسنين. فالله تعالى يحسن، يجازي المحسنين هنا والظالمين هنا، ولكن المكان المناسب والآخرة. لأنه ماذا يطيل الله تعالى عباده المحسنين في هذه الدنيا؟ شيئا من متاعها القليل، ولكن حينما يريد أن يغدق عليهم هؤلاء الذين كانوا يعيشون مع الله، كان كل وجدانهم مع الله، وعاشوا مجاهدين، وعاشوا من أجل محبة الله تعالى، يستحقون جزاء من هذا القبيل. فجزاؤهم الجنات، وليس الجنة واحدة وجنات عرضها السماوات والأرض، كل ذلك لا يتيسر في الدنيا. الدنيا أضيق من أن تستوعب مثوبة إنسان مؤمن، وكذلك هي أيضا لا تستوعب عقوبة أناس مجرمين. هؤلاء المجرمون الذين قتلوا، وأنتم تلاحظون كيف يستطيع الإنسان أن يتمادى في القتل في السنوات الأخيرة، رأيتم كيف يصبح الإنسان بلا قيمة، يقتل، تقتل شعوب، تدمر آلاف. الآن سبحان الله تحدثوا عن الآلاف من المقتولين في هذه الأرض وفي تلك الأرض وفي هذه الحركات، قتل يومي ودم يسيل،
هذه الأرض لا تتسع. لو أن هذا القاتل قتلته الآن لعلك قد تقتله بواحد مما فعل، ولكن أين الباقون؟ ولم يقتل شخصا. هؤلاء الذين يتحدثون عن القتل وعن حقوق الإنسان تعرفونهم، هؤلاء الذين تفكروا بعد أن انهوا الاستعمار، تفكروا أن وقعت جرائم ضد الأرمن، الناس المصلحون، هؤلاء الشعوب التي استيقظ وعيها الآن، قالت إن الأرمن أبيدوا في زمن الدولة العثمانية التي انتهت أصلا لا وجود لها. ولكن هؤلاء الذين تحدثوا عنهم الآن، الذين أصبحوا الآن ينتصرون للإنسانية، هم الذين أبادوا في اليوم الواحد، كانوا يبيدون أكثر مما أبيد في شعوب لمدة طويلة. مثلا في كل دول العالم التي استعمرت، ما استعمروها بالزهور والرياحين، دائما كان هناك تدمير وقتل، وكانت هناك مقاومة، وكان هناك شهداء. في كل الأرض كلها شبعت من الدماء من أجل أن تتحرر. هل خرج الاستعمار بلا قتال؟ هل خرج تفضلا؟ طبعا كانت هناك قتل، وكانت هناك دماء وشهداء. ما من دولة إلا ولها لوائح للشهداء. من قتل هؤلاء؟ ومن قتل الناس في الفلوجة؟ ونحن نشاهد الآن القتل. قديما كان يحكم، الآن أصبح يرى. في الفلوجة مقتل مجزرة كبيرة فعلها، ولا نعرف مدينة فلوجة مدينة مسلمة، كانت مدينة مسلمة ومحافظة، مدينة من أحسن المدن في المحافظة في 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 في, في العراق، وكل تقريبا أهلها فضلاء، أهلها فضلاء، ومن في النهاية حقيقة قصدوهم قصدوهم في النهاية من الصلاح. أنا زرت هذه المدينة ورأيت بعض أهلها، فرأيت فيها عجبا بالتدين، وهؤلاء قتلوا لهذا السبب لتدينهم. إذن لمن أنا نقول بأننا لابد أن نحاسب هذا، أو لابد أن نجرم هذا؟ إذا كنا نجرم سيجب أن نجرم كل ما وقع. لهؤلاء الذين أبيدوا الآن ليسوا ذبابا، لهم الآن كلهم وثائق تفيد أن هؤلاء جربت فيهم وسائل التدمير والأسلحة النووية وما إلى ذلك من الأشياء. ولكن هؤلاء تفكروا اليوم أن هناك شعبا واحدا في الأرض هو الذي أبيد، هو شعب الأرمن. وتأتي تعرفون النفاق الآن، الإنسان لن يتركوا حتى المؤسسة مصداقية، مؤسساتهم القانونية أصبحت غير مصداقية، القوانين البرلمانات هي الآن تافهة، ليس فيها فكر حر. ما تقوله الدولة وما يتبناه حزب الأحزاب يشيعه الجميع ويوافق على الجميع، ويصير ذلك سبة في وجوه هذه الدول قتلت بالأمس وتدين الآن الشعوب التي كانت تقتل. مأساة العثمانيين من جلب مأساتهم هي الأوروبيين، هم الذين جلبوا لها من المآسي في مع الروس، مع الأشياء التي وقعت في ذلك التاريخ. وكان بعض الناس ربما يشايع هذه القوة الاستعمارية، فكانت تقع أحداث. طبعا احنا لا يمكن أن نؤيد أي حالة من حالات إبادة الشعوب، ولكن هذه الأشياء وقعت في ظروفها ويجب أن تدرس وتحلل، ولكن ليس من نمنع من قراءتها ومن بحثها، وإنما دائما يكون السابق هو التجريم. لو قلت لا لكنت مجرما ولك سنة سجنا. في الوقت الذي يتحدث الناس هنا عن الحرية، حرية الكفر وحرية سب الدين، هؤلاء لا يؤمنون بالحرية. هؤلاء مجرد أن تقول كلمة انتهى الأمر، الحكم جاهز، ما غاديش يبحثوا معك. قل واش قلتها ولا ما قلتهاش؟ قلتها ها عمدي الحبس موجود دوفيس راح لينك، عم غادي نقول واش شغل اسمعك. إذا أنت من الآن تعرف شنو، لو تكلمت في هذا الموضوع بغير ما يقول فيه الفرنسيون فالحكم جاهز. أين هي الحرية؟ وأين وأين وأين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فقلت إن هذه الحياة لا تتسع لمعاقبة هؤلاء الذين قتلوا، شبعوا من دماء الشعوب الأخرى. فلذلك دائما هذا الذي يركز عليه الله تعالى وهو اليوم الآخر، وبقدر ما نركز الإيمان باليوم الآخر، وبقدر ما تكون لدينا تفاصيل عن اليوم الآخر ومعلومات عن اليوم الآخر، بقدر ما تحسن أحوالنا. الإنسان إنما تصلح أحواله بقدر تعمقه في فهم هذا المعنى وإيمانه به، وحينئذ يستطيع أن يتصرف، إما أن يقدم العاجلة وإما أن يقدم الآجلة. إذا عرف الإنسان ماذا أعد الله له في الجنات يحتقر ما هو في الحياة الدنيا، إذا كان طبعا صادقا فيما في اعتقاده. إذن إن عذاب ربك لواقع،
واقع بمعنى أنه ثابت. كلمة واقع ووقع في كتاب الله تقريبا تتردد وتتناول موضوعين معنيين. الواقع أو وقع الشيء ثبت واستقر، فيكون الشيء واقعا إذا استقر وثبت وتحقق. فإذا وقع القول عليهم زيد أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمن. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. البشر حينما يقع القول عليهم، ما معنى القول الذي يقع عليه؟ وقع القول عليهم، القول لا يقع، القول كلام، القول لا يقع، وإنما يقع مضمون القول. ما هو القول؟ القول الذي فيه أن الله تعالى سيفني هذا العالم وسوف يجعل لهذا العالم نهاية، هذا كان قولا، هذا كان قولا قاله الله، وكان مضمونه في انتظار تحقق. فحينما يكون الوقت وقت تحقيق ذلك يقع القول. ولذلك الآن الآية لو أخذتها بظاهرها لا تفهمها. إذا وقع القول أي وقع مضمون القول، أما القول في ذاته فلا ولا يقع، القول يقال انتهى الأمر، ولكن مضمون القول وهو أن الله تعالى سوف يفني هذا العالم وسوف وسوف، حينما يتحقق ذلك يبعث الله للناس دابة تكلمهم تحدثهم أو تكلمهم بمعنى تجرحهم، كأنها تختطفهم وتجرحهم وتسيل دماءهم. وبهذا قال بعض العلماء تكلمهم. إذن في الآية الأخيرة هي تكليم هذه الدابة، هذه الدابة التي يخرجها الله سبحانه وتعالى تكلم الناس أو تكلمهم وتجرحهم. والناس كانوا بآية لا يؤمنون، كانوا من قبل لا يؤمنون، لكن سيرون الأمر واقعا. إذن هنا نأخذ وقع بمعنى ثبت واستقر، وهناك استعمال لوقع بمعنى سقط. فكما تقول وقع الطائر، ها؟ وقع الطائر، كان الطائر في السماء فوقع، ها؟ ويقال أيضا وجب وقع ووجب. ولذلك الوجبة، الوجبة هي السقطة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما سمع صوتا، فقال سمعوا صوت وجبة، أن هذا حجر ألقي في جهنم منذ كذا فالآن وصل. هذا مما أطلع الله عليه نبيه، الوجبة السقطة، وجب الشيء بمعنى سقط. والواجب الذي يسمى واجبا كأنه ساقط على ذمم الأفراد، الصلاة واجبة ساقطة على ذمتك ووقعت على ذمتك، لا يمكن أن تعفى منها إلا بزوال الأهلية، هي واجبة. كل ما سمي وجيبة أو ما يؤديه الإنسان، ما فرض عليه أن يؤديه من ضريبة، قد يسمى وجيبة، وقد يسمى وجبة، وجبة الأكل أي التي لها وقت، فهذه تفيد معنى هذان اللفظان متقاربان. إذن سقط وقع بمعنى سقط، وبمعنى وجب بمعنى كان حسيا، كان في السماء ونزل إلى الأرض. ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. إذا طار طير نسر كبير وحلق في السماء وظل يحلق مدة طول في مدة عمره، سيأتي يوم يسقط من ذلك العلو وينزل إلى الأرض، لا تحتضنه إلى الأرض كما طار. هذا بمعنى الإنسان حينما يطغى، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، حينما يرتفع الإنسان ويطغى ويتجبر يكون النزول بقدر الارتفاع، ليطلع كيلومتر يطيح كيلومتر، واللي يطلع جوج هو ديك جوج، بقدر الصعود
يكون الهبوط. وأنتم لاحظتم كيف وقعت، فهذا رأيتموه في السنوات الأخيرة وفي الأحداث التي مرت بالناس، للارتفاع الذي يحلق في الإنسان إلى أعلى. إذن هذا معنى، هذان معنيان. لكن حينما نجد هذه الكلمة في كتاب الله، غالبا ما نجدها تدل على شيء يسقط ولكن في حالة من الشر، شيء غير محبذ يقع في الواقع، شيء يقع ولكنه غير محبذ. ولذلك الواقعة، سورة الواقعة، وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كهذه. الواقعة يومئذ شيء كبير وحدث مفزع وقيام الساعة، فسماه الله تعالى واقعة. ويغلب أن يكون الواقع أو الواقعة بمعنى بهذا المعنى. وهناك من الألفاظ القريبة الوقيعة، الوقيعة بالياء هي الدس، وهذه حرفة، هذه حرفة أناس. إذا رأوا الناس مجتمعين ورأوا الناس متحابين لا يعجبهم إلا أن يسيئوا إليهم، كذا فلان فلان وقع في كذا وفلان ماشي كذا وفلان كذا كذا وفلان، ويخترقوا الناس. هذه تربية فاسدة، هذه تربية فاسدة. وبعض المرات يتصور الناس أن هذه الواقعة عبادة، صورة من عباد الله لأنك من المرات هو هؤلاء هم الأخسرون أعمالا. هناك حتى في المتدينين هناك أناس أخسرون أعمالا، يفعلون كل ما يفعله الآخرون، يتكلموا مثلا بالغيبة والنميمة ما حرمها الله تعالى، ولكن المسلم كيبغي يتكلم في واحد آخر يتكلم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، غير ستسبقنا بما شاء الله قلت وما يسكتش تبقى هذيك. أنا بغيت تقولها ما شاء الله، هذا بحال واحد يبغي يذبح الحلوف باش يردوا حلال، حلوف راه حلوف، خنزير خنزير وصافي، وخد بحرم حلال، لأن هذا منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا. لو تجرب هذا في بعض سلوكات وألفاظ كثير من الناس لوجدت أن الناس أولى لهم أن يسكتوا، أولى لهم أن يسكتوا. من تضع أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كاين اللي كاين ما يديرش هذا الشيء، ما عندوش خدمة أخرى، هي هذه خدمته، كن في الإدارة يخبر هذا وهذا كذا ودار ما جاش وهذا كذا هذيك وهذا كذا ودار قالنا هذا ودار كذا، وهو يعيش تحت الأنقاض دائما بحال ذاك كل الحيوانات اللي تعيش في مجاري الماء تبحت غير الوسخ. اش شغلك الله من الله تعالى رفعك قالك اشتغل بيا ما تشتغلش بهذه الاشياء، هذه قاذورات، قاذورات ذنوب الناس ومشاكل الناس وهمومهم واخطائهم ما كلفكش الله بها، كلفك بشيء واحد هو نفسك، نفسك انت عليك ان تقيم امرها وعليك ان تحاسبها وعليك ان تسائلها. شي واحد اخرين خلي الخالق هو اللي غادي يحاسبه، ماشي شغلك. طبعا احنا ماشي نقولوا بان يكون غايب الانسان على المجتمع، ولكن هذا مرض، مرض. نقول لنا اجي نديروا واحد الشيء، نشربوا واحد البلدتين، نشربوا بلدتين، واحد ارواحوا يقعدوا يشربوا، هذا يتكلم هذا يتكلم هذا، كلهم تكلموا كلاما يوصلهم الى جهنم والعياذ بالله. هذا هذا هذه اذا هذه الوقيعه، الوقيعه هي أن الإنسان يمشي بين الناس ليفسد العلاقات وليحدث الإحن والضغائن ويسر بذلك، يسر بذلك، يفرح بذلك إذا أساء علاقة الناس بينهم. إذن هذا معنى المعنى ديال الوقع. الله تعالى يقول الآن في نفس السياق إن عذاب ربك لواقع، واقع مثل ما تقع الواقعة، واقع بالمعنى الذي يسوء الناس، عذاب وفيه مؤاخذة، فلذلك سماه الله تعالى في هذا الحيز واقع بالمعنى كما قلت الذي يروج في القرآن الكريم، وهو وقوع الشيء الذي يسوء الإنسان. ما له من دافع، ما له من دافع، لاحظوا واقع ما له من دافع، ويكفي أن يكون واقعا، لكن الإنسان ربما تصور أنه سيستثنى لأن له امتيازا، لأن له خصوصية، لأن بعض الناس قالوا له إننا إذا جاء العذاب سوف ننقذك وننجيك. ناس كثير اللي عاشوا في هذا الوهم، أنت السيفلان تعرف السيفلان، كن مهني أنت صافي،
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتفضي معه غير انت تتفاهم معه هو صافي ويتفاهم لك مع الله. تقع ما تدش. هذا الشيء كان دي بالكنيسة. الكنيسة تشتري من الناس ذنوبهم. كانت الكنيسة تشتري من الناس ذنوبهم. بمعنى أنها كانت تحرضهم على ايش؟ على المعاصي. أي يكفي أن يكون لك مال كثير تفعل ما تشاء. كان في بعض الأشياء يأتي الرجل إلى رجل الكنيسة يقول له إذا أنا قتلت نفسا كيف أتوب؟ قل له خصك تخلص كذا وكذا واحد شيء هذا شيء 10 ملايين ولا مثلا حاجة كبيرة لصالح الكنيسة ورجال الكنيسة. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون هذه. يقول له نشوف لك 10 على حساب 10 قول لها 10 ديالك. ومن بعد قتلت شي واحد؟ لا أنا عاد غادي نمشي نقتله. أنا خلصته مسبقا باش نكون مني ويمشيت مع عاد يقتله. هذا واقع. لاحظوا الإنسان حينما يتصرف في الدين كيف يصير الدين هكذا. إذن فأنت تجد هذا. أنا أسمع هذا في بعض لا. أن من كان من بني فلان، أن من صحب فلانا، أن من كان كذا، كل ذلك من الكذب على الناس. أنت تسمع القرآن يجعلك أمام مسؤوليتك. أنت يوم القيامة يوم تأتي كل نفس واش تجادل عن نفسها ولا تجادل على واحد آخر؟ تجادل عن نفسها. إذا كان الأب، إذا كان الأخ، إذا كان الزوج يفر، يوم يفر المرء زين من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. إذا كان الناس يفرون من أقرب الناس إليهم، من هذا الذي سيكون له الوقت حتى ينتظرك لتمر باش يفوتك أنت؟ هو يكون هربان من ولده ويستناك أنت؟ واش عندك شي عقل ولا ما عندكش؟ يوم يفر المرء شكون تبغي يسلك؟ يسلك معك ابن ديالك أنت؟ ما كانش واحد غادي يكون أحبه. هو هرب من ولده غادي يستناك أنت ولد خالته ولا أنت اللي كنت تعرفه في الدنيا كان يكذب عليك. مشات دارك ديك التقرقيبة اللي داها لك في الدنيا مشات. وفي الأخيرة يقول هو الأول. لماذا يفر المرء؟ تعرفون لماذا يفر المرء من هؤلاء؟ قالوا لأن كل واحد يقول إذا رآني ابني أو أخي أو أم أو زوجتي أو سيطالبني بحقه عند الله فيزيدني وبالا. سيران ابني وسيحاسبني لأنني لم أعلمه شيئا من الدين. كنت أتدين لنفسي ولم أعلمه شيئا من الدين. فيوم القيامة حينما يدعى يقول يا رب أنا لست المسؤول الوحيد، أنا مسؤول حقيقة ولكن أبي هو الذي كان سببي. فإنك يخاف من أقربائه أن يتعلقوا به فهو يتمنى أن لا يكون إلا مع الذين لا يعرفهم ولا يعرفونه لئلا يطلبوهم بشيء. هذا القرآن. هل نعدل عن تربية القرآن إلى كلام وخرافات البشر؟ هذا كلام الله نتركه وهو صريح. والله هو الذي يقيم يوم القيامة. يوم القيامة لن يقيمها رجل ولا شخص مقدم ولا شخص. هذاك الشخص لن تجد له أثرا يوم القيامة. تهنى مع راسك. ما غادي تجبروك نهائيا والدور عليه تهنى مع راسك ما تجبروش. ولكن كن في تعاملك ذلك مع الله والنصوص الشرعية تشهد لك. الآن القرآن لما يعطيك الآية شوف يعطيك ضمانة، يعطيك ضمانة وحجة. أنت الآن تسير على بصيرة. ولكن ما تمشي قبل الخوى الخاوي ها وتكذب كلام البشر ستبحث على البشر. يقول لك سيدي خلينا الله يخليك أنا رأينا كيف ها. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا زيد لولننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين. الآية واضحة تماما. عجيب أن الإنسان يقرأ هذا القرآن ويقول بشيء آخر. لا سيدي فلان قال لنا شنو نقول لك الله تعالى اللي غادي يدير القيامة وترك تهضر لسيدي فلان فين غادي يكون ذاك السيدي فلان اللي كتدور عليه؟ راك تضيع الوقت ديالك، راك تضيع وقتك. فهذا هو المنهج. هذه كلها ضمانات للقاء الله عز وجل بهذا الوعي. وإذا كنت هذا الشيء ما تعرفوش خصك تعاود من الأول. إذا كنت هذه الأشياء اللي احنا ما تعرفوهاش راك الدين ديالك لابسه بالمقلوب كاع. وشحال من الناس هذه القضية هذه.
إذن هذا العذاب ليس له من دافع. دفع لها معنيان، معنى بحسب الحرف الذي يليها، فإذا كانت دفع إلى تكون بمعنى الإنالة والعطاء، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لاحظ، اعطيه ماله، فإذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هنا دفع إلى. وأما إذا كانت متلوة بعن فذلك معنى آخر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عنهم مش إليه، عنهم بمعنى يحميهم. الدفاع عن شيء حماية ورعاية. الآن هذا العذاب إذا نزل ووقع ليس له من الله، أو ليس له من يدفعه من الله عز وجل، أي ليس للإنسان أن يحمى منه، ليس هناك من يدافع عنك من عذاب الله. إذا جاء عذاب الله تتلقاه مباشرة. إذن شوف ما له من دافع، لن يقف أبوك ولا عمك ولا جدك ولا شيخك ولا من تظن أنه من الصالحين يحول بينك وبين العذاب أبدا. إذا شاء الله تعالى أن يحل العذاب فسيحل. نقلع البال ديالك من شي حاجة أخرى، ما تعطلش به الفكر ديالك وما تشغلش به الرأي ديالك. إذن مالك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي اعملي ولا تتكلي فوالله لن أغني عنك من الله شيئا، هذا الصراحة الواضحة. من هو؟ من الذي يقول؟ سيد المخلوقات، أقرب الناس إلى الله عز وجل، وأعرف الناس بالله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقول لبنته هكذا وهي بنته ويريد لها الخير بالطبع ويقول هكذا، فكيف يأتي إنسان بلا ليقول الإنسان كلاما آخر يغالطه به؟ خطأ. إذن ما له من دافع هنا بمعنى أنه ليس له من راد، وليس له، ليس هناك من حام، بمعنى أنك يجب أن تعرف هذا الأمر معرفة واضحة. العذاب واقع، فإذا وقع لم يكن فيه استثناء ولم تكن هناك وقاية، وإنما يواجه الإنسان هذا العذاب. إذن فالمطلوب هو أن يستبق هذه الأشياء، أن يعرف الله عز وجل ويتوقع ذلك العذاب بطاعته، ويتوقع ذلك العذاب باجتناب ما يؤدي إلى ذلك العذاب مما أنبأت به الشريعة. إذن فالإنسان بحكم إيمانه بهذه الآيات هو المسؤول بالدرجة الأولى. هذا الربا طريق من طرق جهنم فتتوقف عنه، الكذب، أكل المال الحرام، الزنا، الغيبة، النميمة، وما أشبه ذلك من الأشياء التي هي مدارج إلى ذلك. فأولى لك أن تعتبر هذه الأشياء وتقيم عليها سلوكك من أن تنظر إلى سراب، أن تنتظر أن يأتي شخص آخر ليحول بينك وبين العذاب أو يمنعك من أن يقع عنك العذاب. هذا كله شيء نفاه القرآن الكريم مرة واحدة. إذن هذا الجزء أو هذا المقطع الأول الذي يتيسر إن شاء الله الحديث عنه الآن في هذه الجلسة، وأرجئ الباقي إن شاء الله إلى لقاء مقبل. في هذاك نسجلوا، أجيب لنا، كانت عندي بعض الأسئلة وأجيب عنها بلا هذا التسجيل.